نبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج التربوية في أسبوع. أهلا بكم. عقد اجتماع في مبنى وزارة التربية لمناقشة خطة تطوير القطاع التربوي للأعوام الثلاثة القادمة. هذا وتضمن الاجتماع عرضا للوضع التربوي الراهن ومحوري جودة التعليم، إضافة إلى بنود تتعلق بتعزيز القدرات البشرية وتطوير العمل الإداري والمؤسساتي وتطوير المناهج والتقويم والتدريب وتعويض الفاقد التعليمي وغيرها. بدوره وزير التربية الدكتور دارين طبع أكد أهمية بناء الخطة على أسس منطقية وضرورة تلبيتها للأهداف العامة وارتباط الرؤية بالبنود التنفيذية والموائمة في كل الخطط وتوحيدها. تطبيق التعبير الوظيفي من خلال اللقاء التفاعلي والمباشر مع الطلاب والاستماع إلى مقترحاتهم وتساؤلاتهم كان محور لقاء وزير التربية عددا من التلاميذ والطلاب من مدارس دمشق وريف دمشق والقنيطرة والمدرس المساعد للغة العربية بمدرسة مصطفى الترك الأستاذ إياد عطل السيد. هذا وأكد وزير التربية أهمية وضع ضوابط للأسئلة الاستنتاجية لتحقيق الغاية المرجوة منها ومتابعة الوزارة تشجيع المبادرات لإعطاء الطالب فرصة لإظهار قدراته المختلفة فضلا عن التشجيع على القراءة والعمل على محور الإعلام التربوي وإدخال التكنولوجيا في التعليم لتكون وسيلة تواصل تدريجيا ومتابعة الفاقد التعليمي. اليوم هو لقاء تفاعلي مع السيد الوزير وتطبيق عملي لدرس التعبير الوظيفي، فطرحنا ذلك على السيد الوزير فرحب بالموضوع مشكورا، وأيضا لقى إقبال من قبل الطالبات. وموضوعنا هو اللقاء مع شخصية وطنية وسياسية، والسيد الوزير تنطبق عليه هذه الصفات كونه شخصية سياسية وشخصية علمية مرموقة. اليوم جايين نحن تطبيقاً لدرس المقابلة الصحفية بالتعبير الوظيفي، اللقاء مع سيادة الوزير نسأله شوية أسئلة. جايين نقابل السيد الوزير مقابلة صحفية نسأله عن واقع المدارس والتعليم. مناقشة تعديل الشهادات البريطانية من جامعة كامبريدج الدولية الصادرة عن المدرسة الباكستانية للقبول في الجامعات السورية كانت محور لقاء وزير التربية الدكتور دارين طبع مع السفير الباكستاني بدمشق سعيد محمد خان ومديري المدرسة الباكستانية ومشرف امتحانات كامبريدج الدولية ومعاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد. الوزير طبع أكد حرص الوزارة على متابعة أوضاع الطلاب السوريين وغيرهم الذين يدرسون في المدرسة الباكستانية وتسهيل إجراءات تعادل شهاداتهم للقبول في الجامعات السورية وفق الأنظمة المرعية. انطلق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020-2021، حيث اتخذت وزارة التربية ومديرياتها في مختلف المحافظات الإجراءات الضرورية كافة، ولا سيما تأمين المستلزمات وتوفير بيئة صحية آمنة، حرصا على صحة الأبناء التلاميذ والطلاب والأطر الإدارية والتدريسية. التفاصيل في هذه التغطية. بعودتهم إلى مقاعد الدراسة واستلامهم الكتب المدرسية، أعلن تلاميذ مدرسة الشهيد زيدان زيدان للتعليم الأساسي ببلدة قنوات انتهاء العطلة الانتصافية وانطلاق الفصل الدراسي الثاني، وباشرت الأطر الإدارية والتدريسية بتجهيز الجلاءات المدرسية وبتنفيذ البرنامج اليومي ضمن بيئة مدرسية صحية وجذابة. أنا بحب كثير مدرسي أنسى يعني ومرتبة أنسى وتعليمها منيح يعني نحن كثير مرتاحين بالمدرسة أنسى وبكفي نظيفة وتعليمها كثير رهيب. الفصل الدراسي الثاني انطلق بشكل طبيعي بدون أي معوقات، الكتب متوفرة والمعلمين جاهزين والطلاب داوموا من أول يوم بشكل كامل والأمور بألف خير. طبعا نحن دائما بكل فرصة تعقيم أبواب قبضات الأبواب تعقيم البنوكي
بالكلور، تنظيف متابعة المستخدمين، تنظيف المدرسة دائما بنهاية الدوام بيشطفوا المدرسة كلها، أن يكون مشرفة عليهم كمان بالتعقيم بكلور بتنظيفها، الحمامات أكثر شيء لأن الحمامات أكثر شيء تعمل العدوى هي. وفي ثانوية الشهيد كنان أبو فخر في البلدة ذاتها بدأت الأطر التدريسية بخطة منهاج الفصل الدراسي الثاني بجاهزية كاملة تتحدث عنها مديرة المدرسة. نحن الحمد لله بكامل استعدادنا من حيث الكوادر التعليمية، من حيث الاستعداد بالتعقيم، بنظافة المدرسة، بطلابنا دوام كامل، وكل الأمور الحمد لله متوافرة على خير ما يرام. يذكر أن 88,500 تلميذ وطالب التحقوا اليوم بدوام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021 في 450 مدرسة على امتداد محافظة السويداء. للتربوية السورية سماهر دانون، السويداء. انطلاق الفصل الدراسي الثاني في كافة مدارس محافظة حمص ريفا ومدينة بعد انتهاء العطلة الانتصافية، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتطبيق البروتوكول الصحي في كافة المدارس. نحن اليوم رجعنا على المدرسة ومبسوطين كثير. اليوم رجعنا على المدرسة وأخذنا الكتب واشتقنا كثير للمدرسة. تم تسليم الفصل الثاني، السابع فصل ثاني، كتاب اللغة العربية، وزعناها لكل الطلاب. بدأنا بعمليات التعقيم، عقمت الحمامات بشكل نظامي كالمعتاد، وزعنا أمور التعقيم على الشعاب، وقاموا طبعا المستخدمين بالتعقيم في يوم الجمعة والسبت. ثم اليوم بدأنا بتوزيع أمور الصابون، المنظفات على الأزان بشكل جماعي. بالنسبة طبعا هذا بالنسبة للتعقيم، بالنسبة للطلاب كان الحضور نظامي الحمد لله. طبعا غياب، لا يوجد غياب إلا ما قل وندر لحالات مرضية. تنفيذا للبروتوكول الصحي تم تعقيم المدارس يوم أمس وأول أمس، بحيث تم التأكيد على إجراء التعقيم كل يوم بعد نهاية الدوام الرسمي. بالنسبة للكتاب المدرسي تم التأكيد منذ يومين أو من خلال المشرفين الإداريين على المدارس بوصول الكتب المدرسية كافة إلى الطلاب. إعطاء الدروس حسب التقويم السنوي وتوزيع الكتب على الطلاب والتلاميذ للمضي قدما في العملية التربوية والتدريسية. لأخبار التربوية، علي عياش، حمص. بعد محطة قصيرة ومتعة مع الأهل والأصدقاء خلال العطلة الانتصافية، ها هم تلاميذنا وطلابنا بقلوبهم الدافئة يجلسون على مقاعد الدراسة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني. طبعا بلشنا أول يوم دوام اليوم، بلشنا بجدول، كان الجدول جاهز. جينا على المدرسة، كانت المدرسة معقمة، الطلاب مستعدين للدوام، وباشرنا بأعطاء الدروس. طبعا بالنسبة للشهادة من مباشر من أول يوم. هذا وتمنى الطلاب انطلاقة جيدة في الفصل الدراسي الثاني لمتابعة تحصيلهم الدراسي والسعي نحو التفوق والنجاح. مدرستنا ملتزمة من أول يوم بلش دروس ولابسين نظامي، وفي يعني وجايين مدرسة نظيفة وشغلونا من أول ما جينا الصوبة، يعني وكأنه مثل أي يوم عادي، مو يعني أول يوم ضروري. أول شيء نحجينا على مدرستنا وبصراحة كتير اشتقنا لها، لهيك جينا مبسوطين للدراسة ولمشاركة بالدروس. اليوم نحن جينا على المدرسة إنه دوام منتظم ودوامنا، وعم ناخد دروس ولا عنا رياضة وعم نلعب رياضة. إدارة المدارس كانت خلال العطلة استمرت في أعمال التنظيف والتعقيم واتباع البروتوكول الصحي حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ والطلاب. هذا وأكدت وزارة التربية على الالتزام بتقويم العام الدراسي وتطبيق التعليمات وإعطاء الدروس وفق المنهاج المقرر. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حما. انطلاق العملية التربوية والتعليمية في مدارس حلب وريفها، حيث توجه اليوم أكثر من 600,000 طالب وطالبة إلى مدارسهم مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي. مديرية التربية في محافظة حلب استعدادها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بعد أن تم تعقيم كافة المدارس من ناحية الصحية وتأمين بيئة فيزيائية ملائمة لاستقبال أبنائنا، إضافة إلى تأمين الكتب خلال الأسبوع الماضي لكافة المدارس، بحيث أن
تكون انطلاق قوية مع بداية العام. أقول اليوم صباحا توجه أكثر من 600 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم بقلوب مفعمة بالحيوية والنشاط رغم برودة الطقس، لكن الحقيقة دفء المكان دفء المدرسة هو الذي شكل حافز قوي لعودة أبنائنا إلى متابعة تحصيلهم العلمي. أتمنى لهم إن شاء الله هيك عام دراسي سعيد. التزام كامل للطلاب والمدرسين في اليوم الأول من الدوام وبدء إعطاء الدروس حسب الخطة الوزارية المقررة لكل مرحلة تعليمية. بشعبة المتميزات بمدرسة المتفوقين، واليوم دومنا كانت الدروس كتير حلوة خصوصا بعد العطلة الانتصافية، وكتير انبسطنا انه بعد ما شفنا رفقاتنا بعد عطلة 9 أيام. يعني نحن اليوم بلشنا الفصل الثاني بهمة ونشاط، رجعنا من بعد العطلة ومن بعد الحجر، ورح نبلش الفصل الثاني اكيد رح يكون احسن من الاول بكتير. اليوم اول يوم من الفصل الثاني ونحن كتير فرحانين بالدروس، ونحن بالمتميزات يعني الدروس الكترونية عم تصير وحلوة كتير، وشفنا رفقاتنا بعد ما ريحنا وقررنا نشد الهمة. فصل دراسي جديد بدأه الطلاب بكل نشاط وضمن بيئة مناسبة هيأتها مديرية التربية من خلال تعقيم المدارس ومتابعة تطبيق البروتوكول الصحي. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. بالانتقال إلى فعاليات ونشاطات مديريات التربية في المحافظات، والبداية من محافظة ريف دمشق، وبمشاركة الطلاب والتلاميذ والمجتمع الأهلي، وزارة التربية تطلق حملة تشجير في مدرسة المقليبة الريفية بالكسوة في ريف دمشق. كاميرا التربوية حضرت الحملة وأعدت هذا التقرير. انطلاقا من أهمية الشجرة ودورها في الحفاظ على البيئة، أقامت وزارة التربية حملة تشجير في مدرسة المقيلبة الريفية في الكسوة بريف دمشق بمشاركة طلاب المدرسة، تأكيدا على ترسيخ ثقافة الزراعة لدى التلاميذ. اليوم مثل ما شايفين نحن بفعالية زراعة أشجار مثمرة وحراجية بمعدل 200 شجرة و200 غرسة على مساحة 18 دنم في مدرسة المقيلبية التابعة لمنطقة الكسوة في ريف دمشق. هي المدرسة هي واحدة من 39 مدرسة ريفية منتشرة في أنحاء محافظة ريف دمشق. حقيقة كتير مهم التركيز على التعليم الريفي اليوم في ظل خطة الحكومة لإعادة الإعمار من جهة وتلبية احتياجات سوق العمل من جهة أخرى، وهذا الأمر يعني بشكل أو بآخر هو يساهم في تحقيق خطة وزارة التربية في بناء فكر الأطفال والمتعلمين بالتوازي مع بناء الحجر وزراعة الشجر، وهي ضمن خطة يعني الحكومة وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، لا سيما بعدما تعرضت له جبالنا الغالية وغاباتنا العزيزة على قلوبنا من أجل تعويض وزراعة ما تم تخريبه وإتلافه من قبل المخربين. طبعا الشجرة لها عنوان كبير ولها قدسية كبيرة لدينا، نحن نعلم طلابنا الرياضيات وكمان نعلمهم الرياضيات والفيزياء والعلوم، نعلمهم حب الأرض من خلال تدريسهم مادة الزراعة. نحن عندما تم التجهيز لهذه الحملة كانت هناك رسالة وعنوان عريض جدا، وهي أولا رد على المجرمين الذين حرقوا الأشجار في المنطقة الساحلية، وأيضا من أجل أن نعلم أن هذه الأرض لها قدسية وعنوان كبير، قد امتزجت هذه الأرض بدم الشهداء، لها لهذه الأرض قدسية كما ذكرت ولها قيم عالية عنا. طبعا الشجرة لها أهمية كبيرة، أهمية اقتصادية، أهمية جمالية، ونحن حرصا يعني منا على نظافة البيئة، على الأهمية للشجرة، يعني دائما بنحض طلابنا أنهم يحافظوا على الأشجار الموجودة، وكل ما سنحت الفرصة ممكن أنه يعني مثل حملات التشجير اللي هلأ بدها تصير، هي الحملة سابقة، هذا أشجار الموجودة بالمدرسة هي حملة سابقة، أشجار الثرو المعمرة هي حملة قديمة، فنحن دائما بنسعى للحفاظ على البيئة، بنسعى انه نحافظ على الأشجار الموجودة عندنا ونزرع أشجار جديدة للأجيال اللي بتجي من بعدنا. شو أهمية التشجير؟ بحافظ على البيئة وبحافظنا على النظافة وبنقي الهواء بنقي الجو. المحافظة على بيئتنا وعلى الأشجار. اليوم عم نزرع نحن منشان نحصل على ثمار جيد ونعوض الأشجار اللي حرقوها بالساحل.
تؤكد وزارة التربية من خلال نشاطاتها البيئية مع مختلف الجهات المحلية والأهلية أهمية التشجير ودوره في ترسيخ ورفع مستوى وعي الطلاب والتلاميذ بضرورة الاهتمام بالأشجار والعناية بها. وفي حما وضمن فعاليات دورة تدريب المعلمين الوكلاء تنفيذ حملة تشجير في مقر الثانوية المهنية الصناعية الثالثة في المحافظة. التفاصيل مع مراسلنا من حما. مبادرة من الدارسين في دورة تدريب الوكلاء التي أقيمت خلال العطلة الانتصافية لاستكمال التدريبات النظرية والعملية وفق الحقيبة التدريبية، تم تنفيذ حملة تشجير في مقر الثانوية المهنية الصناعية الثالثة. الشجرة طبعا هي رمز العطاء، والمعلم أيضا هو رمز العطاء، فهناك توأم ما بين الشجرة والمعلم. طبعا تمنياتنا في هذه الدورة لزملائنا الأعزاء الذين انضموا إلى قافلة المعلمين، تمنياتنا لهم بمستقبل تعليمي جيد ومتميز إن شاء الله تعالى. نحن أثناء قيامنا بعملية التدريب في الحقيبة الوزارية يوجد قسم عن نشاطات والمبادرات، فكانت المبادرة من المتدربين بأنهم اقترحوا فكرة لتشجير المساحة الترابية الموجودة في المدرسة كعربون وفاء وتقدير للعاملين في هذه المدرسة التي احتضنتهم خلال 3 أشهر. المتدربون أعربوا عن سعادتهم في المشاركة في حملة التشجير لتعزيز ثقافة حب الشجرة وزيادة المساحات الخضراء سواء في المدارس أو الأحياء نظرا لأهمية الشجرة في تحسين البيئة. نظرا لأهمية الشجرة، نحن مجموعة المعلمين الوكلاء المثبتين حبينا نقوم بهذه المبادرة. نحن عززنا هالمبادرة الحلوة إنه مشان نعلم الأطفال كيف يهتموا بالشجرة وهيك ويحافظوا على البيئة. يذكر أنه كان هناك مبادرات خلال أيام الدورة وذلك بهدف تعزيز العملية التشاركية بين التربية والمجتمع. تأتي هذه الأيام استكمالا للدورة، حيث قام الزملاء المتدربين بمبادرات كثيرة تفيد أبنائنا التلاميذ في الميدان وتطورت خبراتهم بشكل ملحوظ في هذه الدورة. وتستمر الدورة التدريبية للوكلاء المعينين في المسابقة الأخيرة لغاية 30 من شهر كانون الثاني. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حما. ومن حما إلى حلب، وتأكيدا على تعميم وزارة التربية والمتعلق بالبروتوكول الصحي المعتمد في المدارس، تفقدت مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية مستوصفي هدى شعراوي وأحمد توفيق مالك بالمدينة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. على هامش الورشة التدريبية حول الترصد الوبائي في المدارس، تفقدت مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية مستوصفي هدى شعراوي وأحمد توفيق مالك. عم نقوم اليوم بجولة على مستوصفات الصحة المدرسية بتربية حلب. نحن اليوم هلأ بمستوصف هدى شعراوي. طبعا تم تخصيص هذا المستوصف من بداية العام الدراسي لأخذ مساحات للطلاب والعاملين بالقطاع التربوي المشتبهين للإصابة بفيروس كورونا. ففي تعاون عم يكون من فرق الترصد اللي بمديرية الصحة، عم يجوا تم تخصيص غرفة خاصة معزولة عن باقي المستوصف، عم يتم أخذ المساحات والعينات منها ورسالة للمخبر لإجراء اختبارات البي سي آر. طبعا احنا عنا هون بالمستوصف كمان في عيادة داخلية بيقوم فيها الطبيب بفحص المرضى وصرف العلاج المناسب لألون، وعنا العيادة السنية اللي هلأ هي بدور الترميم وعم نشوف شو في نواقص بهاي العيادة. نحن بصدد بمديرية الصحة المدرسية هلأ تأمين كافة تجهيزات المستوصفات خلال خطتنا للعام 2021. يتم في هذه المستوصفات الكشف على الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وأخذ المسحات لترسل للمخبر المختص. نحن هون عم ناخذ المسحات للمشتبهين من الطلاب، بعد ما ناخذ المسحات بتوجه العينات لعندي بمخبر الكورونا اللي هلا حاليا هو بمشفى زاهي أزرق بعين التل. طبعا منتم إجراء عليها الفحوص البي سي آر ونبلغ فيها المعنيين شعبة الأمراض المزمنة عنا ومدير الصحة طبعا أولا والسيد معاون مدير الصحة بنتائج هذا، والإيجابيين مباشرة بيخبروا مديرية التربية
بأسمائهم. وتعمل الوزارة على استكمال حاجة المستوصفات من التجهيزات الطبية وكل ما يلزم للاهتمام بصحة الطلاب وسلامتهم. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. وختامها في السويداء، فمن أعواد الثقاب يصنع إيليان صابر جزان ابن قرية قنوات بريف السويداء أشكالا ذات مدلولات اجتماعية هادفة، بالإضافة إلى موهبته بالتصوير الضوئي ورسم الشخصيات بتقنية البوب آرت. كاميرا التربوية في السويداء استضافت الطالب إيليان وأعدت هذا التقرير. يحمل هذا المدرج قصصا متعددة صنعها إليان صابر جزان بأعواد ثقاب بطريقة هادفة ذات معنى. بلشت معي الموهبة لما كنت صف سابع، فكان أنا شفت أول شيء بداية كان عمل الفنان الأندونيسي كان عم يعبر عنها بأفكار، حسيت هذا إنه الفن كان قريب لي، يعني أنا قادر أعبر بطريقتي. هيك أنا بدي أحكي عن هي المشكلة اللي كانت مشكلة اجتماعية كثير صعبة، إنه هي أخذ الأولاد لأبائهم لا على دار العجز، يعني أنه مثلا كثير بتحس بحرقة أنه قديه هن تعبوا لتربية أولادهم، آخر شيء بيكون مشاكل بحياة الابن، مشاكل زوجية هي اللي بتدفعه لمنه هو يأخذ هي الأباء لدار العجز. طموحي هو أنه كان من الصغر هو طب أسنان. ينحدر إليان من قرية قنوات بريف السويداء ويجمع بين تفوق الدراسي ومواهبه بصنع أشكال من أعواد ثقاب والتصوير الضوئي ورسم شخصيات معروفة بتقنية البوب آرت. وكمان في عندي مهمة الرسم، وخصوصا هو كان رسم البوب آرت. البوب آرت هو اللي يعتمد على الرسم الأبيض والأسود. الرسمة رسمتها هي كان بداية لمحمود درويش، لأنه هو يعتبر شخص رائع محمود درويش، سواء بقصائده أو كتاباته. بعدين أنا بلشت أنه للفنانين، كان بداية أحمد الأحمد كان بشخصية سمعان بدور المسلسل الخربي، لأنه كان مبدع بهاي الدور. كمان كان في عندي طاهر ماملي هو الموسيقار الرائع اللي كان مؤلف الشارات المسلسلات السورية، وفي خصوصا كمان غناية التغريب الفلسطينية اللي هي صامت لو تكلمها، يعني كثير بتعبر كانت عن الحالة اللي هي كان عم يعيشها المجتمع العربي بهذيك الفترة. إليان أكيد من الطلاب المميزين عنا، من لما انتقل على مرحلة التعليم الثانوي كان مميز في الصف العاشر، مميز دراسيا، مميز أخلاقيا، مميز بسلوكه بشكل عام، بالإضافة لمواهبه المتعددة يعني اللي كنا نحن عم نلاحظها من خلال تعاملنا معه. طبعا نحن من واجبنا وبنفتخر بأننا ندعم هيك مواهب عندنا بمدرستنا ونوصل فيها لأعلى المراحل. يخلق إليان من مواهبه لغة دون حروف أو كلمات ليوصل رسالته الإنسانية والاجتماعية وليعبر عن مكنونات ذاته وليكون نموذجا للشاب السوري الموهوب والمميز. للتربوية السورية سماهر دانون، السويداء. كان هذا كل ما لدينا من التربوية في أسبوع. للمزيد من الفعاليات وأخبارنا التربوية نلتقي معكم مشاهدينا في الأسبوع القادم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.